Io che non c'è una sana السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله وبركاته السلام مرحبا بكم كما نسينا الكورس الآن نحن قد وصلنا إلى شاطئ بليونش كما تعلم و أمامنا أماكن سوف نستكشفها سوف نسبح هنا بالطبع سوف نتجول لنستمتع بأوائل عطلة الصيف لأننا سوف نودع قريبا وهذا الفلوغ سوف أنوه فيه أنني لن أصور كثير من الفلوغات هذا السبب الشديد بسبب الأشغال لتتابعونا في هذا الفلوغ ما زلنا نبحث عن التين لقد وجدت واحدة فقط وأكلتها فقط غير ناضجة لكن بما فيه الكفاية لا لا هذه رطبة هذه رطبة يلا عندو وهذه هي إسبانيا وذلك الجبل الكبير وجبل الطارق الذي ترونه الآن ونحن الآن في مدينة بليونش المدينة التي تعتبر مدينة ساحلية وكالقرية الصغيرة نوعا ما كما أنها تطل على الحدود ما بين المغرب وسبتة التي كما هي ترون هذا الحائط هو الحدود البحرية
الذي سوف تستمتع بالسباحة فيه لأننا سوف نستمتع. Мы забыла, помни имена, лица, номера. Я помню только пин-код, виза, мастер-класс. Походка от бедра, это я иду в магаз. Лучший консультант меня узнает по глазам. الشاطئ الذي كنا فيه قبل قليل هي الجهة التي فيها السقط. الآن قد جئنا إلى هنا. المنطقة هنا مياه وأبرد. وذلك هو جبل طارق كما ترون. تلك هي إسبانيا. هنا ماتت العديد من الأرواح في سبيل حقوقهم. والآن سوف نستمتع بهذا الشاطئ رغم أنه كما ترون ليس نظيف اليوم. لم يكن هذا اليوم هو الأفضل من ناحية الجو. على أي حال سوف نسبح. سوف أرتاح قليلا. Let's go. انهيت المونتاج لهذا الفيديو ونسيت الخاتمة، لذا اريد ان اقوم بتوديعكم في هذا الفيديو. لقد قمت بعمل جبار في هذا الفيديو. استعملت اكثر من برنامج مونتاج، انا لست متعود على هذا. اذا اراد احدكم ان امنتج له اي فيديو فرابط الابورك الخاص بي او فايبر اي منصة انت فيها يمكنني أن أقوم بمنتجة الفيديوهات لك. وبالنسبة للمونتاج الذي أقوم به في اليوتيوب ليس المونتاج الرائع، أستطيع أن أقوم بشيء أفضل. وهكذا قد نكون هنا هذا الفيديو. أردت أن أعطيكم بعض المعلومات عن شاطئ بليونش. المكان مليء بالينابيع، يعني يوجد الماء. الماء أين ذهبت سوف تجده. الأعين ومجهزة من قبل السكان المحليين. المياه باردة، لا مياه الشاطئ ولا مياه العين. مدينة رائعة، يمكنك تقول قرية، وهي طريق لجبل موسى، أطول جبل في شمال المغرب. أحببت المكان، كانت هذه أول زيارة لي ولن تكون آخر زيارة إن شاء الله. وهكذا قد نكون على الفيديو. ثالثها وخيرها مسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله وبحفظه. آخر الفيديو آية قرآنية حسنة لي ولكم. وبيس أوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم.